انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي للأمن السيبراني بالقاهرة في نسخته الثالثة. يأتي المؤتمر في سياق الاهتمام بالأمن السيبراني وأهميته القصوى في مجابهة المخاطر التي تنتج عن الهجمات السيبرانية التي لا تقل في خطورتها عن الهجمات التقليدية، سواء من جماعات إرهابية أو قراصنة أو من دول معادية. تكمن أهمية هذا الحدث اليوم في مشاركة مختلف الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية للتعامل مع هذا الأمر من منظور استباقي، بحيث يجنب الدول العربية الوقوع عرضة لهذه الهجمات، أو على أقل تقدير تقليل النتائج والتبعات المترتبة على هذه الهجمات. مع زيادة التحول الرقمي بتزيد التهديدات السيبرانية بشكل كبير جداً، فأهمية هذا المؤتمر بيجتمع فيه الخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال لتبادل الخبرات والرؤى ونشر الوعي في المجتمع المصري على أهمية الأمن السيبراني وكيفية التعامل بشكل آمن على الإنترنت والاستفادة من الإمكانات المتاحة من التحول الرقمي اللي الدولة خاطت فيه خطوات كبيرة جدا. دايما مشكلة السكيورتي بتبتدي من المستخدمين البسطاء للنظام، اللي هم بيقبلوا أي حاجة، بيفتحوا أي لينك بمنتهى البساطة، فده بيسبب بالتبعية مشاكل بعد كده. لما نأمن هذا الجانب يبقى عندنا الجانب الآخر، وهو الإدارات نفسها، الموظفين المسؤولين عن أمن المعلومات جوه كل المؤسسات الكبيرة، دول ليهم برامج توعية أكتر تعقيدا، أكتر دقة، عشان يقدروا يواكبوا التغييرات دي من غير ما يعملوا ضرر للمستخدمين الخدمة، لأن في النهاية تقييم الخدمة وأدائها مرهون بسعادة المستخدمين النهائيين ليها. الأمن السيبراني هو شأن دائم، ليس عملية تقوم بها وتنتهي، ولكن هو يقظة، هو ابتكار، هو الاعتماد على الحلول التكنولوجية المبتكرة، وكل يوم هنالك جديد، وبالتالي هو عمل مستمر. المؤتمر طبعا هو نوع من أنواع الماتيوريتي أو النضوج للأمن السيبراني بصورة كبيرة جدا في المنطقة كلها، مش في مصر وبس. طبعا احنا فخورين ان هو بيحصل بالشكل ده. احنا بالنسبة لنا كشركة منتجة للتكنولوجيا بنهتم بصورة كبيرة جدا بتأمين المعلومات، وده طبعا متوافق مع أهداف المؤتمر.